الو حبيبي ازيك؟ ازيك؟ ازيك يا كابتن سيد؟ ازيك يا كابتن مصطفى؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ مبروك الماتش اللي فات. يا رب خليك يا كابتن مبروك مصطفى. ازي يا حضرتك؟ كابتن سيد، وعقبال كده الفاينل بقى ان شاء الرحمن. باذن الله يا رب، وبالتوفيق يا كابتن مصطفى، وان شاء الرحمن دايما في التفاول كده. ربنا يكرمك. دلوقتي الكابتن حلمي بيتكلم كلام كبير قوي عليك، وانت تستاهله فعلا، لان انت انسان مجتهد وانسان جدا بتحاول تشوف ايه اللي ناقصك وبتعمله، سواء ما كنت لعيب او في الاداره. فهو معاك الكابتن حلمي دلوقتي، بقى عاوز تقول له ايه؟ والله. بص، يعني في ناس في مشوارك وحياتك كده بيبقى لهم تأثير كبير جدا، تأثير إيجابي جدا جدا، يعني مش ضروري كمان في كرة القدم، في نوعية أو أسلوبك أو طريقة تفكيرك يعني. وفي ناس أنا زي ما قلت كده، في حاجات بيبقى للناس ليها جمايل عليك أو ليها فضل عليك معلق. لو عشت عمرك كله ممكن ما تبقاش قادر ترد نفس بنفس القيمة ونفس المكانة يعني. مش عايز أقول الكلام يعني يبقى أقل كتير من اللي يستحقه كابتن حلمي، لكن حبيبي واحد من الناس اللي مؤثرة فيها جدا على مشواري يعني. حبيبي كابتن سيد، احنا عاملين الحلقه دي عشان نقول للناس لا للتعصب، واحنا بنحارب دلوقتي وهنحارب لا للتعصب، سواء في برامج او في السوشيال ميديا او على صفحات الجرايد او في اي حاجه نتكلم في احتقان على الساحه الرياضيه. انت شايف من وجهه نظرك ايه الاسباب اللي خلت الاحتقان ده موجود على الساحه؟ هو المبدأ نفسه ان يبقى فيه انتماء وفيه نوع من المبادره والمسانده والتشجيع، ده حاجه حلوه جدا طبعا. لكن لما بتعدي المتاح بالنسبه لها او المسموح فيها، الامر بيتقل طبعا. لكن ده دور يعني دور حتى اعلاميه في الدرجه الاولى، ده من وجهه نظري، لان هتلاقي كمسؤولين او ناس عندها رصيد وتاريخ في كره القدم، سواء كان في الاهلي او الزمالك، عشان نبقى محددين كمان يعني، هتلاقي علاقتهم ببعض كويسه جدا. يعني انت بتتكلم حتى على في تعامل ال 17 وال 18 وال 19 سنه وال 20 سنه، الناس اللي هي في بدايه حياتها، ما بالك بالناس الناضجه والفاهمه والكبيره في السن، فدول بيقدروا الامر جدا. لكن لما بتنقل الموضوع بيبقى فيها شده شويه على المسؤول بقى وعلى الاعلامي ان هو يحط المكان في وقته في مكانها الصحيح، وما يجيش حالات يعني. انا دايما اقول كده، حالات كان ليها رولز معينه او لوائح معينه ويستشهد فيها دلوقتي. كره القدم فيها تغيرات كثيره، اكيد في حاله مثلا من سنه 70 تستشهد فيها النهارده، ما كان في رولز معينه كده ساعتها وفي لائحه معينه ما كانش تسمح بالحاله ديت، اكيد هتبقى لصالحك يعني. طيب انت ايه نوادرك مع كابتن حلمي طولان؟ نعم، ايه النوادر بتاعتك مع الكابتن حلمي؟ لا كابتن حلمي مشرفنا النهارده بقى، مش هقول حاجات بقى زي طب انت طب استنى اقول انا سيد؟ لا حبيبي، انا هقول حاجات كويسه. انت ظاهر عندك بلاوي يا سيد. يا سيد بقى من الناس الملتزمه جدا يا كابتن. نعم حقيقي يعني، ما هو باين في شغله وباين في عمله. اه والله حاجه مشرفه يعني. طب ما تقول كده على نادره كده من نوادره كده. انا حكيت لك على المواقف الكوره، لا بره الكوره لا. طب كابتن سيد، لما هو دلوقتي بيقول لكابتن حلمي لعبك ماتشين او ثلاث مباريات ومشدك خلال الشوط الاولاني، انت ما كنت زعلان ولا قلت لا ده انا لازم اصلح من نفسي واطور من نفسي عشان ابقى اساسي في الفرقه زي ما عملت وبقيت اساسي؟ بص، هو دايما دايما بس فكرك بيختلف وبيتطور مع سنك والاحداث اللي بتمر بيها. نعم، ممكن في الاول ما بتبصش لحاجه بشكل ايجابي بشكل كامل يعني. فانا انا بقول دايما للعيبه كده، خلي حد جنبك اللي ينصحك مش اللي يريحك. يعني واحد يكون بينصحك بشكل كويس، مدير فني، مدير كوره، حد مسؤول، حد يعني عنده خبرات كويسه يعني. لما تجربتنا واحنا ناشئين في كابتن حلمي قعدنا مع بعض حوالي 5 سنين، ممكن يبقى فكري وانا داخل عندك قدرات كويسه وعندك امكانيات كويسه، لكن مفهوم كامل لمركزك في الملعب ممكن ما يبقاش عندك. على المستوى اللي هو بتاع قطاع الناشئين والمحلي تلعب وتتميز وتبقى حاجه كويسه، لما هيبقى في تصاعد في المستوى وتميز في المستوى مش هتقدر تجاري لو ما سمعتش الكلام ده او ما التزمتش بطريقه اللعب او بطريقه المدير الفني، ممكن ما تجاريش الاحداث يعني. واكبر مثال هتلاقي كده يعني، حتى الفرقه كلها اللي بينسجها كابتن حد طبعا هتلاقي عندها يعني حته تنظيميه اساسيه يعني. لو كانت انا عنده قدرات فيها كويسه نعم الدنيا عاليه جدا، لكن الحته الالتزاميه مع الفرقه هتلاقي البصمه بتاعت كابتن حلمي طولان او المدير الفني الموجود واضحه يعني. بص، انا عاوز اقول لك على حاجه مهمه جدا، واحنا برضو يعني ايه بتطرق من الحديث شويه لا التعصب وشويه نقول عاوزين نعيش الناس الفرق بين التعصب ايه. يعني انت كابتن سيد عبد الحفيظ اهلاوي، واهلاوي
من متعصب، مش هقول متعصب، اهلاوي جامد قوي. كابتن حلمي طولان زملكاوي وزملكاوي اصيل. عايزين نقول للناس العلاقه الطيبه اللي بيننا وبين بعض، كنا حتى وانتوا لاعبين مع 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 بعض، هو كان مدربك وانت كنت لاعب عنده. هل انت كنت برضه الكلام ده بنقوله للناس، هل انت كنت حاسس ان كابتن حلمي كان بيعاملك كاهلي حاجه ولعيبه النادي الزمالك حاجه تانية؟ استحاله اصلا والله. ده انا عايز اقول لك، يعني عايز اقول لك على حاجه، حتى واحنا عندنا 16 17 سنه، يعني كانت الامور لسه في البدايه، يعني كبذور لعيبه لسه ما نضجتش اصلا في ثمره. يعني هو كان يقول لك دايما كده، يعني لعيبه الاهلي لعيبه ملتزمه جدا، لعيبه منضبطه جدا، من اقرب الناس ليه. يعني هو كان، يعني مش عايز اقول ان هو زملكاوي، انا مش يعني مش هقول حاجه العالم كله ما يعرفهاش يعني، لكن هنا في طريقه تعامل ومستقبل ناس، تمام، ومصلحه عامه، تمام، بتحكم كل في الفكر والطباع. كابتن مصطفى اكيد اكيد، انا لو مش حاسس ان الراجل ده يعني عنده نوع من الصفاء بشكل كبير جدا، ونوع من العقل والدراسه والفكر والعلم، تمام، مش هتتاخده واحد من الناس اللي كواحد قيادي ومثل يحتذى به. فالانتماء حاجه، والفكر والتعامل حاجه ثانيه. يعني 90 دقيقه انا اقبل جدا ان يبقى فيها كل حاجه، خاصه بالرياضه برضه، تمام، نعم، لكن بعد ال 90 دقيقه احنا اخوات وحبايب واصحاب، ومفهوم لازم يبقى سائد يعني. فانا بشكرك ان انت سمحت لي ان انا اقول كلمتين كان ممكن يبقى يعني مهم جدا ان انا اقولهم في حق الراجل ده. وهو ما كانش معايا انا بس على فكره، يعني هو كان مع كل واحد موجود في المنتخب الجيل ده، اللي كان جيل كبير جدا وجميل جدا وقوي جدا، وسواء كان في الاهلي او في الزمالك او الاسماعيلي او المنصوره او اي فرقه كان بيلعب فيها. يعني كابتن سيد، انا هسيب الكابتن، انا خدت المكالمه كلها ليا، بس هسيبك مع كابتن حلمي تتكلم، وهرجع لك مره تانية، بس كابتن حلمي معاك اهو. ابو السيد، ده انا بشكرك جدا على الكلام اللي انت بتقوله، وضروري تعرف ان انت من الشخصيات المحببه الى قلبي بشكل كبير جدا، وانت عارف كده كويس، وان العلاقه حتى بعد ما سيبنا المنتخب لم تنقطع ابدا. ده حقيقه كابتن مصطفى، العلاقه ما اتقطعتش ابدا. انا عارف طبعا، بكل ابنائي، وخصوصا سيد من الشخصيات اللي انا كنت بحبها جدا والقريبه مني جدا جدا. ملتزم طول عمره، ملتزم طول عمره، باين في شغله، باين في شغله، ملتزم طول عمره، وصوره مشرفه بقى للي المفروض يكون عليها الناس اللي بتعمل في المجال الرياضي وفي الوسط الرياضي الحقيقه. يعني ببارك لك يا كابتن سيد على الماتش اللي فات، وباذن الله نبارك لك في بطوله افريقيا باذن الله. يا رب يا رب. كابتن سيد، بس حتى تاكيدا للكلام اللي بيقوله كابتن حلمي، اتفضل يا حبيبي. السنه اللي فاتت ومحمد شريف موجود، هو واحد من الناس اللي اثرت جدا في مستوى محمد شريف. أيوة. ومحمد شريف موجود السنه اللي فاتت، كانت على تواصل مع كابتن حلمي معاه. نعم. يعني هو حتى محمد شريف في انبي السنه اللي فاتت على طول. دي حاجه كويسه. الحاجه الثانيه، يمكن يعني على مدار 5 سنين يعني كنت مع تحت قياده الكابتن حلمي، ما اعتقدش ان يبقى فيه حتى اختلاف في يوم واحد. بس أوه. هو يمكن لو طلعنا بس سفريه رومانيا يا كابتن حلمي كانت الدنيا هتبقى كويسه. انا مش عاوز اطلع الكلام ده بقى، بس يعني على الساحه، انما هعرف منه الكلام ده كله، هتبقى موجود معانا في حلقه هننشر الكلام ده كله. كابتن حلمي، كابتن حلمي الايام جايه، ها كلامك داين تدان. ما تخافش يا ابو السيد، ما تخافش. كابتن سيد، بنشكرك على تواجدك معانا من خلال برنامج المجري، و ان شاء الله تبقى موجود معانا في حلقات المجر ان شاء الله. شكرا كابتن سيد. الله يسلمك.